فيلمك ما طابت أوقاتكم. السلام عليكم. النصر يتجاوز مرحلة داسيلفا بهدفي السهلاوي في مباراة الظلام وتعادلان في بقية الجولة، وقصة الكهرباء كاملة. التاريخ والجغرافيا والنجوم والصدارة في تحدي كلاسيكو الاتحاد والهلال، قراءة من كل الزوايا. بعد استحداث نظام المراقبين لم تعد هناك لقطة لا شاهد عليها في الكرة السعودية، جولة ميدانية على النظام الجديد. أهلا بكم في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم. النصر استعاد نغمة الفوز وتعادلان في المباراتين الأخريين. مرتضى العلوي. إذا نذهب إلى مباريات الجولة الأولى في هذه مباراة الجولة الأولى، النصر والوحدة والنصر في مكة المكرمة. إلى الزملاء. البداية من مكة المكرمة، النصر يحل ضيفا على الوحدة، هجمات متبادلة بين الفريقين حتى الدقيقة 25، حيث حل الظلام على الملعب بانقطاع التيار الكهربائي، لتعيش الجماهير بإضاءة الهواتف وتحت نور القمر ل25 دقيقة أخرى عندما استؤنف اللقاء. عودة غيرت من حال النصر، وبدأ مهاجما حتى نجح محمد السهلاوي بافتتاح التسجيل لفريقه في الدقيقة 33. وفي الدقيقة 45 عاد السهلاوي ليسجل الهدف الثاني للنصر بعدما أكمل تمريرة أدريان في شباك الوحدة. محاولات الوحدة بالعودة بالنتيجة لم تكن مثمرة، ينتهي اللقاء بثنائية رفعت رصيد النصر إلى 8 نقاط في المركز السادس، فيما توقف رصيد الوحدة عند 2 نقطة في المركز الثالث. وعلى استاد الملك سلمان بالمجمعة، حقق الفيصل انتصاره الثاني بالمسابقة بفوزه على ضيفه هجر ب3-1. تقدم الضيوف عند الدقيقة 44 عن طريق مهاجمهم محمد الصيعري، قبل أن ينجح الفيصلي بقلب النتيجة عن طريق مهاجمه الغاني خافير بابلو قبل نهاية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء. وفي الدقيقة 79 سجل البرتغالي كامارا هدف الفيصلي الثاني. وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء أكمل فهد الصقري ثلاثية أصحاب الأرض، ليرتفع رصيد الفيصلي إلى 7 نقاط في المركز السادس، فيما توقف رصيد هجر عند 2 نقطة في المركز 11. وفي الدمام تمكن الخليج من تسجيل هدف التعادل قبيل نهاية اللقاء بدقائق 8 عندما استضاف التعاون. الدقيقة 53 شهدت تسجيل التعاون هدف التقدم عن طريق عبد المجيد الرويلي. النتيجة استمرت على حالها حتى الدقيقة 82، حيث استطاع فيها عباس شنقيطي من تسجيل هدف التعادل للخليج، ليرفع الخليج رصيده إلى 5 نقاط في المركز 10، كما ارتفع رصيد التعاون إلى 8 نقاط في المركز 5. بجوار الدمام الخبر نتيجة مشابهة، القادسية تعادل مع ضيف الرائد بهدف لمثله. مدافع القادسية عبد الله الدوش تكفل بتسجيل هدف الرائد في الدقيقة 15 بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يرد مدافع الرائد جفين البيشي الهدية بمثلها، مسجلا هدفا للقادسية بالخطأ في مرماه أيضا في الدقيقة 83. لذلك ارتفع رصيد القادسية إلى 5 نقاط في المركز 9، وارتفع رصيد الرائد إلى 2 نقطة في المركز 12. مرتضى العلوي، العربية. كيف الأسعار عندك؟ والله أسعار عندي يا أخوي كدر ب3 ريال، إيه؟ ولا الحمديات الديو بريالين، واللوزان بريالين، والسنتو بريالين، الموية بريال. إيه هذا يباع بريال، كيف تبيع بريالين؟ والله هي عشان التلج وبرد، هي نبيه بحبتني ب3 ريال، 3 ب5 ريال، حبة بريالين كده صار. طب ما شاء الله تبيع كثير يعني زي هذه المباراة؟ كده يعني الحمد لله جبنا 5 كرتون 4 كرتون
يعني الحمد لله، ما اقول لك لا بيان، الحمد لله. البلديه ما تقول لكم شيء عادي؟ لا مسموح؟ لا البلديه لا، ممنوع البلديه، بس نحن هي جوة الملعب ممنوع. البلديه ايش الا البلديه بده، نحن هنا الحمد لله ما غلي شيء. كيف حالك يا عم؟ طيب. ايش قاعد تسوي؟ مانتو. ابي ليه قفل؟ ابيع مانتو. ليه قفل؟ طب انا باغي مانتو. ما في مشكله اسوي لك. طب سوي يا شباب، بس نبغى نشوف شكله كيف زي كذا. ريالين. مرة هذه مرة زحمة، مرة الأولى أفضل، مرة هذه مرة زحمة، تنظيم سيء في الإدارة هنا في للمرة الأولى أفضل والله، دخلنا على طول ما انتظرت دقيقتين، الحين لازم ساعة عشان أدخل. تذاكر غالية نسبياً، يعني ممكن 20 ريال طيب، أما 40 ريال هاي دبل، تعتبر دبل، فالمفروض يعني تكون بالمعقول، والتذاكر كل ما ارتفع سعرها كل ما الناس تبعد أصلاً. احنا نبغى نقرب الناس من الرياض وما نبغى بعدهم. اي سعر مرتفع صراحه عن السابق، يعني 42 ريال شيء مو متوقع صراحه، بس اهم شيء ان شاء الله بالتوفيق الوحده. ايش اللي معك هذا؟ التذكره والباقي. دائما الباقي يكون اكثر، اليوم ايش معناته 10 باقي؟ لا التذكره اليوم ب 40 عادي. السعر ولا انت شايفه غالي؟ لا بالعكس، ما تغلى على الوحده، ما تغلى على الوحده، لو ب 100 ريال اشتريها. إذن أربع مباريات في الجولة، فوز الفيصلي وفوز النصر وتعادل للتعاون والخليج، وأيضا تعادل آخر في رابع المباريات. أذهب إلى سعد الشهري المدرب السعودي، يلتحق بنا من الرياض. كابتن أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. كيف رأيت المباريات الأربع؟ خلينا نبدأ كابتن من مباراة التعاون والخليج، لأن فريق من المنافسين على المقدمة. التعاون تقدم ولكنه خسر في الأمتار الأخيرة بالتعادل. مساء الخير أخي بالتالي وعلى المشاهدين الكرام. أنا أعتقد أن التعاون ما قدم المستوى الجيد خلال مباراة اليوم. التعاون لديه أفضل من المستوى اللي قدمه. نعم. إحنا شفنا المباراة نوعا ما الفريقين لأمانة من بداية الموسم وهم جيدين من ناحية التنظيم الدفاعي، لديهم أسلوب واضح في الهجوم، لديهم تنظيم رائع في الدفاع، خطوط الفريق دائما كانت متقاربة. نعم. لكن كان واضح أن المباراة إذا تشابه الأسلوب التكتيكي دائما ما تكون حلها من خلال الكرات الثابتة. جميل. وهذا اللي حصل مع التعاون من بداية الشوط الثاني. أعتقد أنه هدف الأول نوعا ما أعطى مساحات للتعاون كان ممكن يستغلها من خلال التحول الهجومي. نعم. ولكن الحالة الفنية الغير جيدة لجهاد الحسين هي من كانت سبب في عدم الاستفادة من التحولات الهجومية للتعاون. جميل. نذهب للوحدة أيضا من المباراة اللي استرعت الانتباه، ولو أنها لم تكن مباراة فرق المقدمة، بين الوحدة والنصر، ربما لإقالة دا سيلفا وحضور المدرب الجديد كنافارو. كيف شاهدت النصر وهو يستعيد نغمة الفوز؟ ما في شك، كان واضح أن النصر يبحث عن النقاط الثلاثة، يبحث عن الفوز المعنوي أكثر. من ناحية الفنية قد يكون في اختلاف نوعا ما في الأسلوب الهجومي للنصر، أصبح أفضل نوعا ما من خلال تقارب الخطوط، ما شاهدنا الكرات العشوائية الكثيرة الطويلة للنصر في مباراة اليوم. أما من ناحية الدفاعية أعتقد أنه بطريقة اللعب اللي يلعبها النصر اللي 4-4-2 ممكن حيكون دائما في إشكاليات على النصر من الأطراف. نعم. من الصعب جدا أنك دائما تهاجم ولكن لا تدافع إلا بستة إلى سبع لاعبين، أنا أعتقد أنها قد تجد فيها صعوبة لما تلعب مع الفرق الأكثر منافسة. جميل. كابتن، الوحدة يضع نفسه في إحراج من البداية، بداية الدوري ونحن في الجولة الخامسة، نقطتان حتى الآن فقط. فنيا نتكلم بنتائجيا بشكل عام، فنيا هل هو في وضع صحيح مزعج لأنصاره؟ أنا أكثر ما يخيف في الوحدة حقيقة هو عدم وجود المهاجم الهداف. الوحدة اليوم أنا أعتقد لو كان لديه مهاجم جيد أنا أعتقد كان ممكن أنه يتقدم على النصر في أكثر من فرصة تحققت له، لكن بهالطريقة هذه أنا أعتقد أن الوحدة يقدم كرة جميلة، فريق جيد، خطوطة متقاربة، إلا أنه لا يسجل، لذلك من السهولة أيضا أنه يتقبل أهداف. جميل. اليوم كنافارو شاهد المباراة، ايش اللي ممكن تقوله انت الكنافارو قبل ما يبدا مهمته؟ سمعنا انه رفض يعطي اللاعبين راحه وقال لهم لا بكره في تمرين،
يعني هذا ما يعرفون لعيبه النصر، دائما يريحون بعد المباراه. ما في شك، يعني النصر هذا اكثر ما يحتاجه، هو يحتاج الى الانضباط، يحتاج الى العمل، يحتاج الى اللاعبين. اعتقد الخامات الادوات موجوده، ولكن بدون ان تكون هناك شخصيه مدرب تدير هذه الادوات، انا اعتقد انه حتصبح دائما المنظومه عشوائيه. لذلك النصر يحتاج الى هذه النوعيه من المدربين اللي تمتلك الشخصيه القويه. شكرا جزيلا كابتن سعد الشهري المدرب السعودي. وفي هذه المباراة، مباراة مكة المكرمة بين الوحدة والنصر، انقطعت الكهرباء لمدة نصف ساعة في هذه المباراة وعادت وخلفت الكثير من القصص الطريفة والغريبة. التفاصيل مع أحمد الرايقي الذي قام بجولة ميدانية أثناء انقطاع الكهرباء. بس نبغى نعرف ايش اللي صار، ولا ايش جاكم بلاغ، جاكم شيء؟ والله ما جانا شيء، بس شوف المدينه الرياضيه كامله من الى المربع كامل 2 كيلو فقط المدينه بس. المدينه الرياضيه بطفي الفلاش بشوف المرايه. What happened? Sico, Sico, Sirica. Sirica, Sico, problem. Yeah. Yes, now we're starting good. Okay, thank you. هنا اللي كان صار الخلل في الكهرباء طفت، الآن تم معالجة الوضع بشكل جيد حسب ما فهمنا، ولكن ربما هنالك مشكلة أخرى. أنا شايف تجمهر كبير للمهندسين هنا. الخط الرئيسي هذا. طيب والمحطة الاحتياطية؟ يقولوا في محطة احتياطية. هذا الخط الرئيسي اللي جاي من شركة سكيكو، والآن إن شاء الله رجعت الكهرباء واشتغلت. اتضح أنه من نفس الخط الرئيسي التابع لشركة الكهرباء. طبعا الخلل ما هو فقط في المدينة الرياضية، بل في أحياء من الشرائع، أجزاء من الشرائع الخلل فيها، يعني منطقة كاملة. لكن في الحقيقة ما هو عندنا مولدات احتياطية، عندنا مولدات احتياطية فقط تخدم المداخل ومخارج الملعب. عندنا شركة صيانة هنا، هي مسؤولة مفروض أن تدقق على على الأمور هذه قبل كل مباراة. وأيضا شركة الكهرباء، يعني احنا جاء شخصية مدير شركة الكهرباء، الحقيقة أنا أشكره على الشيء هذا، ولله الحمد احتوينا الموضوع في خلال 10 دقائق تقريبا، وإن شاء الله في المباريات الرسمية والمهمة الكبيرة راح يكونوا متواجدين إن شاء الله فرقة من شركة الكهرباء. طبعا أثناء انقطاع الكهرباء الرئيسية عن ملعب المباراة كنا نبحث عن المولدات الاحتياطية، وفجأة وجدنا هذا الماطور أو هذا المولد الكهربائي، ولكن للأسف تفاجأنا بحجمه الصغير على عكس المدينة الرياضية. وفي الأخير اكتشفنا أنه ليس مولد احتياطي، وإنما مولد خاص بمخارج الطوارئ، وفي حالة حدوث حريق يشتغل أوتوماتيك وتشتغل مخارج أو شلالات المياه في حالة الحريق لا سمح الله، لكن ليس بالمدينة مولدات احتياطية أبدا. نذكر بأن شركة الكهرباء قد صدرت بيانا صحفيا تم نشره على موقع العربية نت أثناء المباراة أثناء الشوط الثاني، وقالت فيه بأن الكهرباء كان هناك خلل فني حدث، وهو يحدث في الكثير من ملاعب كرة القدم، وأنه تم استخدام المولدات الاحتياطية كما جاء في البيان. الوقفة الأولى تابعوا بعدها. هل يوقف الاتحاد سطوة الهلال الدائمة عليه في الدوري؟ كلاسيكو جدة، تذاكر نفدت وحمى الترقب والصدارة تتصاعد. الأهلي والشباب يلاعبان نجران والفتح وعيونهما على كلاسيكو الجوهرة.
وتستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي في كرة القدم بلقاءات هامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. الاستاد الجوهرة الاتحاد يستضيف الهلال في سباق ساخن، والفتح يستضيف أيضا الشباب واحد من فرق الصدارة، والنجران يلعب أمام الأهلي في مكة المكرمة. جدول تقريبا زي العام، أول مباراة مع الفرق المنافسة والقوية، يعني صراحة احنا أدينا هذا الموسم الأربع مباريات مستوى كويس، بس الحظ ما حلفنا. إن شاء الله بإذن الله نوعد الجمهور إن شاء الله في المباريات الجاية نضرب مستوى ونتيجة بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله نوعدهم بمستويات أفضل في الجولات القادمة. ممكن الموسم هذا نفس الموسم اللي طاف، نبدأ مع الفرق الكبيرة نقدم مستوى، لكن كل فريق يبغى النتيجة، يعني المستوى ما يهم فيه المباريات، إن شاء الله مع الجايات يكون أفضل إن شاء الله. لا إحنا معنا كل مباراة معنا نأخذوها الحالة، والأهلي نعرفوه معنا يمر فترة الحقيقة فترة معنا اللي أغلب اللاعبين بتاعه في فورما، احنا لاعبين معنا ما ثلاث شيء معنا الحقيقه، معنا لعبنا معنا عده مباريات وديه مع نادي الاهلي، وهذا معنا يعاونونا جيدا حاضرين لهذه المباراه رغم قوه الفريق ورغم استعداداته الجيده، معنا جاهزين ومعنا راح نسوي مباراه جيده ان شاء الله. لازلت تعد الفريق في تحقيق اشياء جميله بطبيعه الحال، المجموعه الحقيقه مش انا النوعد بس، حتى اللاعبين معناها بالروح اللي يدربوا بها ومعناها بالعمل اللي قاعدين ما يقوموا به، ما نتحس انه فيه رغبه كبيره عشان يسووا شيء، واحنا معاها، ما احنا عنصر مساعد احنا والاداره، ومعناها وان شاء الله النتائج السلبيه هذه ما تاثر في اللاعبين معنا نفسيا ومعنويا، وهذا اللي احنا مركزين عليه. وكل العيون لا شك تنتظر مواجهة الاتحاد والهلال، كلاسيكو للتاريخ والصدارة وصراع النجوم، رفيق الحلو يقرأه من زوايا عدة. يحكى أن عمالقة اللغة العربية في القرن المنصرم اجتمعوا في مجمع للغة العربية وراحوا يناقشون يبحثون يتجادلون من أجل وضع مقابل عربي للمصطلح الإنجليزي كلاسيك، التي تعني نوعا ما الشيء التقليدي والقديم. لم يجدوا مصطلح عربي دقيق يستوفي المعنى الأصلي، ورسوا في نهاية الأمر على تعريبها بكلمة كلاسيكي. نعود إلى كرة القدم، المصطلح المستخدم كلاسيكو، كلمة إسبانية أصلها من اللغة اللاتينية القديمة، مصدرها لا ريال مدريد ولا برشلونة ولا إسبانيا كلها، مصدرها الأرجنتين. ويقول الأرجنتينيون اللقب يطلق على المباراة التي تجمع بين أبرز فريقين في الدوري منذ القدم، ويحمل لقاؤهما تاريخا خاصا وطابعا مميزا يميزها عن باقي المباريات، وحتى لو انخفض مستوى أحدهما في موسم أو فترة معينة، وعندهم هي مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت، في السعودية هي مباراة تجمع الهلال والاتحاد. اللقاء الكلاسيكي السعودي بدأ عام 1964 في الرياض من نهائي كأس الملك الذي فاز به الاتحاد بثلاثية نظيفة، هذا رسميا، أما وديا فالتقيا قبل ذلك بسنوات قليلة، وكانت أول مباراة تقام بين أندية المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية على ملعب الصبان بجدة، انتهت بفوز الاتحاد بهدفين دون مقابل. نحن الآن في العام 2015، تاريخ الكلاسيكو أصبح 133 مباراة، 45 فوزا للاتحاد، 58 فوز للهلال، 30 حالة تعادل، وعن التعادل أكبر نتيجة تعادل كانت بثلاثة أهداف لكل فريق، وحدثت مرتين من قبل. التنافس اشتد أواخر التسعينات، اشتعل مع بداية الألفية الجديدة ووصل إلى ذروته في بعض الأوقات. آخر لقاء جمعهما نصف نهائي كأس الملك، لم تكن مناسبة سعيدة لمشجعي النمور، انتهت هلالية بأربعة أهداف لواحد، وآخر مرة خرج بها مشجعي الاتحاد منتصرين من كلاسيكو عام 2012، فازوا بثلاثة أهداف لهدفين، أما آخر فوز بالدوري فيعود لعام 2010، ومع هذا في الكلاسيكو الجمهور يملأ الملعب، والصور من الكلاسيكو السعودي الأكثر حضورا في الملعب على مر التاريخ، دور 16 من كأس ولي العهد عام 2014. قد ينخفض مستوى أحدهما، قد تعصف مشاكل في آخر، أما الكلاسيكو فيبقى كلاسيكو لا يتغير، وعين الجميع عليه لا سيما الأهلي والشباب، فالصدارة في الجولة الخامسة قد تتغير.
رفيق الحلوى العربية. القطبان السعوديان الكبيران الاتحاد والهلال مواجهة تقول للجميع لا تذهب هذا المساء، فقط تابع المباراة التي ستكون مساء في جدة. ومن جدة يلتحق بنا حمزة إدريس، واحد من رواد هذا الكلاسيكو الكبير. ومن الرياض يلتحق بنا أيضا دكتور تركي العواد، واحد من الذين لعبوا الكلاسيكو قبل أن يشتعل كثيرا. حمزة أهلا بك، تركي أهلا بك. نذكر تركي بالهدف اللي سجلت عليه يا حمزة، نضيق صدره قبل الكلاسيكو شوي. كم واحد سجلت عليه؟ أول هدف لي في الهلال كان في تركي. تركي بس أنت طلعت أيوه، بس تركي طلعكم من بطولة لما كان حارس صد عليكم جزائيات وترجيحيات وطلعكم، صحيح تركي؟ لا قبل لا يعني. ثلاث بطولات بركلات ترجيح فقط مع الاتحاد. كنت انت الحارس وصديتها الدوري الأربعة. كلها يعني تخصص الاتحاد. حمزة جاب هدف في مباراة دوري ما لها يعني ذيك القيمة وأصبح يعني بطل أسطوري في الاتحاد. لا هو عنده أهداف كثيرة يعني تجعل منه أسطورة. مو هدف اللي خلاه أسطورة يعني، والرجل الذي يحمل أرقام قياسية. مو هدفك بس يا تركي. خلينا نبدأ من عنده حمزة، هل ما زال الكلاسيكو هو الكلاسيكو أولا؟ أكيد بكل المعايير. نشوف حماس الجماهير، نشوف ردة الفعل، نشوف الإقبال على التذاكر. تقريبا الآن ما في تذكرة، يعني الناس متجهين للسوق السوداء، معناته ما زالت مباراة مرغوبة، ما زالت مباراة مطلوبة. الحضور الجماهيري حيكون قوي. بكرة حنشوف شكل مختلف للفريقين، ما حيكون الاتحاد نفس الاتحاد اللي الناس متوقعين وفريق حيكون مهلهل أو ضعيف، لا حيكون فريق قوي. حنشوف مباراة فيها ندية. طبيعة المباريات هذه ما زالت تحتفظ بقيمتها أعتقد. طيب حمزة قل لنا بصراحة، في معسكر الاتحاد إيش يصيبكم أنتم لما تلعبون قدام الهلال؟ كذا تجيكم حالة جنون في الملعب ويعني تسوون تتغلبون حتى على مستواكم السيء أحيانا، إذا كان في مستوى سيء قبل المباراة قدام الهلال دائما الاتحاد شيء مختلف، ليش؟ إيش بينكم بينهم؟ لا دائما المباريات الكبيرة مباريات محفزة للاعب، اللاعب وقتها يبقى يظهر. أقرب طريق لقلوب المشجعين والجماهير إنك تبدع في المباريات المهمة. ما يعني بصراحة الجمهور ما بيرتبط مع النجم إلا من خلال المباريات الكبيرة. الجمهور بيعتبر الفوز على الهلال أو الأهلي أو النصر دائما هذه 6 نقاط يعني دائما، فدائما تلقى اللاعب بشكل قوي حاضر الجري في وسط الملعب. يعني حتشوف الفريق اللي كان تقيل في حركته وبطيء، لا حتشوفه بكرة في قمة جهازيته، وخاصة الفريق اللي يكون أقل ترشيح أو ما هو في وضع فني جيد. الاتحاد أعتقد علاقة اللاعبين مع المدرب من الناحية النفسية جيدة، فبالتالي ما في ضغوط، خاصة اللاعبين اللي بيلعبوا ال11، فحيكون في مجهود بدني عالي حيقدر يصنع الفارق بيها. جميل. أعتقد أنه حنشوف مباراة حماسية ومباراة حتكون جميلة ومختلفة. توقع حتكون قمة في كل شيء. جميل، هذا عن التاريخ وقراءة فيه، لكن عن الحاضر تركي، دكتور تركي معنا من الرياض، الحاضر الحالي فرق يبدو يصب لصالح الهلال، لكن أيضا هل يمكن قراءة المباراة من خلال الفروق الفنية والفردية التي تصب لصالح الهلال، أم أن ذلك على المعشب يختفي في الكلاسيكو؟ أكيد أنا أعتقد أنه مهما كانت الفروق الفنية والفردية بين الفريقين، الكلاسيكو يعني لازم نتذكر شيء واحد، يعني
فريق الهلال والاتحاد الفريقين أكثر فريقين واجهوا بعض في جميع البطولات، لعبوا ضد بعض في آسيا، في البطولات العربية، في البطولات القارية، يعني بشكل كبير تجدهم دائما في النهائيات يلعبون سواء كان محلي أو خارجي، فالتنافس بين الفريقين تنافس يعني أصلا تقيس قوة الاتحاد أو قوة الهلال من مباراة الكلاسيكو. الفروق الفنية بكل تأكيد لمصلحة الهلال بمراحل، ما أعتقد الاتحاد قدم يعني خلال الأربع مباريات اللي لعبها في الدوري ما قدم الشيء الكبير، رغم أنه لعب مع فرق يعني إما من الصغيرة أو المتوسطة، يعني ما في ولا فريق يمكن الاختبار الوحيد كان مباراة الفيصلي وخسرها، فهذا بالنسبة لي اختبار واضح لفريق الاتحاد ومباراته وبلوني والأجانب وكل شيء تقريبا ممكن يختبر في هذه المباراة. أنهم يتفوقون على الفروق الفردية أتوقع هذا دائما الاتحاد والهلال، حتى أحيانا الهلال يلعب وهو أقل من الاتحاد ويكون الاتحاد في وضع جيد، أنت تلعب لأنك تحس أنك ند لهذا الفريق بغض النظر عن الفروق، فنتصور أن الفروق الفنية ممكن تذوب في هذه المباراة ونشوف مباراة قتالية من الطرفين. جميل. حمزة كمدرب اتحادي كيف تفوز على الهلال الحالي؟ بصراحة الهلال في قمة مستوى في الفترة الحالية، لكن معالمه واضحة بصراحة، دائما الهلال بيسجل من الأطراف، الهلال أغلق عليه الأطراف، أبدأ يعني حاول تفتك كورة في وسط الملعب، خلي المساحات ضيقة، استغل الأطراف وخاصة الفراغات اللي بيتركوها الأظهرة، استغل الارتباك لما بيلعب بأربعة في قلبي الدفاع يكون فيه نوع من الارتباك، أخطاءهم كثيرة في الناحية الدفاعية. ألعب على الهجمات المرتدة، سرع الكرة حتفوز، حيقدر يفوز. مشكلة الهلال ما عنده اللاعب اللي هو عنده القدرة على صناعة تمريرة الهدف. جميل. فدائما نلقى أهدافه بتيجي من الكرات العرضية، الرقابة اللصيقة على الميدا وعلى إدواردو، إدواردو لازم يأخذ المحور الدفاعي خاصة لما يكون قريب من الصندوق. جميل. بسهولة أنك تقدر تقرأ الهلال وتقدر تشتغل عليه، وفي نفس الوقت مفاتيح قوته هي مفاتيح ضعفه. إذا قلنا الأطراف قوة في الهلال تقدر أنت تحولها لضعف وتستغلها في عملية الارتداد وتسجل، بالإضافة للكرات الثابتة، وممكن الاتحاد يسجل من الكرات الثابتة والهجمات المرتدة السريعة. جميل. بسهولة ممكن يفوز لو قرر المدرب المباراة بشكل جيد. جميل. تركي، الجانب الآخر كهلالي سابق، الحين بنحطك في خانة الهلال السابق، ما المحلل المستقل، كيف يمكن للهلال الحالي أن يفوز على الاتحاد بولوني؟ طبعا في حاجة جدا مهمة يعني وصل لها دونيس بعد صراع طويل مع المباريات، أنه تخلص من الثلاثة قلوب الدفاع وبدأ يلعب بمحورين، رجع من جديد، كنا نتكلم فيها من مباراة الأخيرة الأولى اليوم، يعني دفع ثمن كبير لخروج من آسيا عشان يعرف أن هذه الطريقة لن تنفع ولن تفيده، ولكن الميزة الكبيرة أنه هذه الآن يعني أن عرفها في هذا الوقت أنه الدوري هو متصدر، فما أعتقد أنه بيرجع من جديد يلعب بثلاثة قلوب دفاع، بيلعب بالطريقة العادية لأربعة أربعة اثنين. بالنسبة لكيف تفوز على فريق الاتحاد، أنا أعتقد أنك تستغل يعني المشاكل الموجودة في دفاع الاتحاد، أربعة مدافعين ياسين حمزة فقط الثابت، مرة منتشري، مرة أحمد عسيري، مرة الخراع، كل مرة مدافع جديد خيبري، يعني عدد من اللاعبين اللي تغيروا، حتى محمد قاسم شارك، يعني استغلال انه هذا الدفاع غير ثابت، انه ضعيف، انه ما في ثقة في النفس، ما في يعني كيمستري، ما في يعني تفاعل كبير بين اللاعبين، الضغط على مونتاري، شفنا مونتاري بالكرات الطويلة هذه المفروض ما يلعبها لا الفهد المولد ولا ريفاس، هذه تقطع الهجمات لانه الفريق ما يلعب في الوسط، في الوسط ما يلعب فريق الاتحاد، اصبح يلعب على الكرات الطويلة، ما تعطي هذه الفرصة، لازم تضغط عليه، هذه ممكن يقوم فيها إدواردو. بأنه يضغط بشكل كبير، يكون واحدة من مهامه أنه يضغط على مونتاري، استغلال الضعف طبعا والبطء، إذا ما لعب باجندوح ويعني مونتاري مع بعض، أنا أعتقد أن هذه خلطة فوز الهلال، لأنه ضعيفين وبطيئين جدا، إدواردو على الشلهوب، على ممكن خالد الكعبي إذا شارك في هذه المباراة. جميل. ممكن يكون دخولهم بدل ما يلعبون على طرف عن طريق العمق، أنا أعتقد أنه بيسبب مشاكل لفريق الاتحاد. جميل. حمزة، الكلاسيكو والديربي ومباريات الكبيرة اللي من هالنوع تحتاج إلى لاعب أو دائما يحسمها لك، مرات يحسمها لك لاعب عنده خبث وذكاء كروي، بتمريرة قاتلة، بطردة لاعب مثلا، بحركة من هذا النوع، استغلال لخطأ مدافع، هذا اللاعب موجود أكثر في الاتحاد ولا في الهلال؟ اللاعب
بالخبث اللي ممكن يسوي لك يدير لك المباراة؟ لا، موجود في الهلال بصراحة. من هو؟ تحديدا في إدواردو. إدواردو هو اللي قادر انه ممكن يفاجئك في لحظة بهدف او يفاجئك في لحظة بتسديدة من خارج المنطقة تقلب موازين الاتحاد. ممكن سان مارتن ممكن يقوم بدور يعني ما حيقوم فيه 100%، لكن 70% هو الوحيد اللي عنده القدرة بعملية المفاجأة. كيف تحد من خطورة إدواردو حمزة؟ بس إدواردو حيتفوق عليه. كيف تحد من خطورة إدواردو؟ إدواردو دائما خطورة لما يكون قريب من الصندوق بصراحة. نعم. هنا دائما أحاول أخلي المحور الدفاعي ألعب باثنين محاور، المحور الهجومي بيشارك لما تكون الهجمة على الاتحاد، دائما المحور الدفاعي هو اللي بيراقبه. نعم. لأنه دائما الميدا بيحاول يتحرك بين قلبي الدفاع ويترك مساحات لإدواردو اللي بيجي في لحظة غير مراقب، لكن لما يكون المحور الدفاعي هو اللي بياخده دائما وبيتحرك معاه، فهنا بيكون التركيز والمهام تكون محددة وواضحة. جميل. بالتالي حتخف من خطورته، خليه يلعب في ملعبه براحته، لكن مجرد انه يوصل داخل الصندوق او قريب من الصندوق على قوس ال 18 لابد ان تكون عليه رقابه فرديه وشخصيه. جميل. محدده من واحد تعطي المهمه بشكل واضح. جميل جميل. حمزه، الميدا ولا ريفاس؟ من ناحيه التسجيل حيكون ريفاس. من ناحية المهارة ومن ناحية اللعب الجماعي وخلق الفرص حيكون الميدا. جميل. نذهب للحراس، تركي بالنسبة لك فواز ولا سديري؟ فواز بمراحل، يعني سديري يعني صراحة الهلال عانى كثير من توقف خالد شرحين، يعني اعتقد واحدة من أسوأ الأشياء اللي تسويها لأي فريق أنك تشيل حارسة الأساسي. طيب. وتجيب حارس يعني في مبارتين ثلاث أربع أهداف يعني تسبب فيها. طيب تركي، القرني كحارس أنت أيضا فريقه في كثير من المباريات، كحارس أنت أيضا ريفاس ولا الميدا يخوف أكثر كرأس حربة قدام الحراس؟ لا، الميدا بمراحل. أنا أعتقد ريفاس لاعب الصندوق، اللاعب اللي لازم الكرة تنصنع له بشكل كبير، لاعب ما عنده كثير من المفاجآت، يعتمد على بطء المدافعين لما يلعبون مع مدافعين سريعين عندهم قدرات جيدة، وهذا اختبار أيضا له. لكن جميل. يعتقد أنه أقرب واحد إلى مايقا. نشوف مايقا لما تكون المساحات قريبة والمدافعين جيدين ما يقدر يلعب، لما يكونوا المدافعين كسولين ويعطونا مساحة ممكن يسوي. أعتقد ريفاس نفس الشيء، بكرة ما أعتقد أنه بيكون. طيب. قادر أنه يسوي شيء، بينما الميدا قادر أنه يتحرك. نتيجة سريعة توقع أقرب للهلال. الهلال حمزة. أعتقد أقرب بكثير. حمزة توقع؟ لا، أقرب للاتحاد. طيب نشوف بكرة، بنستضيفكم في النشرة الرياضية اللي تكون مكان في المرمى بكرة، ونشوف من صدق توقعاته. دائما التوقعات تسترد على قراءة فنية، وأحيانا حدس وأحيانا أماني. شكرا جزيلا حمزة إدريس، تركي العواد. تاريخ الاتحاد بدأ من هذا الباب، لأنه هنا ملعب أتذكر أيام الصبان، ساحة إسلام، ملعب ساحة إسلام، ملعب الصايغ في الرياض، وبعدين انتقلنا لملعب الساد الأمير فيصل بن فهد في جدة قبل، وبعدين أول عبد الله الفيصل. وهذا إيش قصة الباب ذا؟ والله قصة الباب ذا هو الفاتحة خير، فاتحة خير على الكيان. اشرح لي يعني. والله أنا أقول لك، هذا بالنسبة للباب ذا تاريخ الاتحاد كله، أي واحد يدخل هنا تنفتح نفسه، لأنه تاريخ هنا قديم. رحمة الله على الأمير منصور أبو طلال، وبرضه هنا يعني زي ما تقول تاريخ الاتحاد يهزم الأهلي بالسبعة والثمانية، وحتى عبد الله الفيصل قال أنا اتحادي قبل الأهلي، ومن نفس الاتحاد دل يا عميد ومخليهم يشوفونك، وقصص التأسيس من ألف إلى الياء، شايف؟ وتاريخ مرجع عميد الأندية السعودية، وتاريخ تاريخ البطولات، وتاريخ الرؤساء الأندية حقت الاتحاد. هذا هو
قصة التأسيس من الألف للياء. الباب ذا من بداية الألف للياء. الصبح هنا عندك حياة الدلع، يعني لما تقول حاولني أدلع الكور الذهبية والكوس وبنفس الطيور ما الطيور والحاجات دي والنقش كل شيء هون لأجل الكيان ذا. أنت السقف مسوي يدي؟ شغل يدي، هذا كله شغل يدي. أي شيء تشوفه عندك من الألف للياء هذا كله شغل يدي، إن كان سبح إن كان مناظر حلوة. والله عبد الرحمن بن سعود شخصية لما توفى رحمة الله تأثرت فيه لأنه كان يحب الاتحاد وكان يستقبل لعبة الاتحاد ويتدربون على ملعب نادي النصر. 75 عام هذه لعبنا مع اسم إيلان الإيطالي يوم حمزة دريس وهذا ومحتفظ فيها ما شاء الله تبارك الله. هذا على أساس أنه البواري دي تيجي الأهداف ما الأهداف أو فرصة ضائعة ولا شيء يحب أشجع الاتحاد بس بدون إجعاد، يعني أحاول أني أكون يعني ملتزم في أي حاجة. يعني هذا الشغل شغل يدينا كله الحمد لله. الفانوس بالنسبة للفانوس فوانيس اتحادية شايف أنا أضربها أصفر وأسود وأضبطها، والسبحة دي تجي لونها بنية أنا أضربها أصفر وأسود أحاول أعطيها منظر لكان أخلي كل واحد يحب الشيء ذا. أنا ما عندي وظيفة فعلا، لا عندي وظيفة ولا أملك سيارة ولا أني متجوز ولا أملك شيء من حطام الدنيا إلا المتحف هذا. قسم بالله العظيم لو أعرف أن الاتحاد يعني بنية لتجوزها. شوك البرشومي يا كلك حبة حبة يا كلك ونمر نجسوة يا كلك يم 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 يا كلك هم 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 يا كلك عادة للكاوي يا وهذه وقفتنا الأخيرة، ثم بعدها نقول الاتحاد السعودي وأخيرا يعتمد نظام مراقبي المباريات، لم يعد هناك لقطة لا دليل عليها. أهلا بكم. اتحاد كرة القدم السعودي استحدث وظيفة جديدة لمراقبي المباريات، تعتمد على تعيين مراقب للمباريات. هناك مراقب إداري وهناك مراقب حكام، ولكن مراقب المباريات كانت موجودة فقط في المباراة الآسيوية التي تشارك فيها الأندية السعودية، والكثير من الأندية حصلت على مخالفات بسبب وجود هذا المراقب. هذا المراقب بوجوده الآن في المباراة السعودية نحذر الجماهير التزموا بالنظام. تقرير ميدانيا لنايف الثقيل ومكتبيا لعبدالله الحمدان. فيما مضى اشتكت بعض الأندية من عبارات وصفتها بالعنصرية ومن مقذوفات جماهيرية، وكان رد لجنة الانضباط أمام بعض الحالات ليس لدينا دليل تلفزيوني ولا يمكن أن نعاقب بلا دليل. مع استحداث لائحة مراقبي المباريات حديثا لم يعد مقبولا أن نسمع ذلك من لجنة الانضباط، حيث سيكون تقرير مراقب المباراة هو الفيصل حتى وإن جاء مخالفا لأي صورة تلفزيونية. وهذا مسلك لا يهمله الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في كل بطولاته. يبدأ عمل المراقب باجتماعات ما قبل المباراة مع كل طواقم قيادتها، بدءا من إداريي الفريقين وطواقم التحكيم والأمن والسلامة وحتى مسؤولي الصلاة الخاصة في الملعب. والعمل كله سيكون قبل المباراة بخمس ساعات وحتى نهايتها بساعتين، ويرفع المراقب تقريره مباشرة إلى رئيس الاتحاد دون المرور بأي لجنة فرعية على أن يوثق أي حالة بالصور من كاميراته الخاصة. التقرير المعتمد هو تقرير مراقب مباراة. اللجنة تعتمد على واللجان القانونية وما يخص الاتحاد السعودي، فهو يعتمد على تقرير مراقب مباراة هو المصدر الأول بالنسبة للجان. ومع اعتماد اتحاد الكرة السعودية على المراقبين ليضاف إلى مراقبي الحكام بعد أن كانت تفتقده الكرة الخضراء، أصدرت أيضا التنظيم الجديد لدخول أعضاء الشرف بحيث لا يتعدى عددهم خمسة فقط تحت قائمة VIP تسمح لهم بدخول أرضية الملعب بعد نهاية المباراة
بشرط إبلاغ المراقب بأسمائهم مسبقا. هناك آلية للفي آي بي باس يكون لكل فريق 5 كروت للشخصيات الموجودة في المنصة، طبعا هي تسلم مع بداية الشوط الثاني لإداري الفريق. إداري الفريق وأيضا يسلم معها كشف أسماء، 5 أسماء. إداري الفريق بدوره يسجل الأسماء اللي هم راح يستلمون الفي آي بي باس، ومن ثم احنا يسلمنا الكشف. وبنهاية المباراة الأمن طبعا هو مسؤول، طبعا ما راح ينزلوا إلا بعد ما يتأكد المراقب أن جميع اللاعبين والحكام دخلوا إلى غرف الملابس، ومن ثم يسمح لهم بالدخول. ومع إقرار مراقبي المباريات تدخل الكرة السعودية إلى مرحلة جديدة مع التنظيم الإداري والقانوني داخل المباريات، وهي التي عانت فروقها كثيرا من تقارير مراقبي المباريات في الدوري الآسيوي، ما يعني أننا أمام عقوبات جديدة منتظرة إذا ما مارس المراقبون الجدد عملهم بدقة. عبدالله الحمدان، العربية. من شروط مراقبي المباريات في فيفا أن يكون رجل اشتغل في كرة القدم فترة سنوات طويلة ولا يكون من الشباب الجدد. هذه وقفتنا مع الرياضة في دقيقتين. رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا الاستئناف المقدم من الهلال السعودي ضد لجنة الانضباط الآسيوية بعد احتجاجه على الأهلي الإماراتي في نصف نهائي دوري الأبطال. اتفق أهلي جدة السعودي مع لاعبه وليد باخشوين على تجديد عقده 5 سنوات بعد أن اقترب من دخول الأشهر الستة. كانت السنوات أو عدد السنوات هي العائق بين الجانبين في الاتفاق السابق بحسب العربية نت. نفى رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018 في روسيا أن تكون بلاده قد حصلت على حق الاستضافة بناء على ترتيبات مسبقة طالت عملية التصويت. لمح الشيخ فهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في مقابلة مع موقع Inside the Games أن الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي قد ينسحب من سباق فيفا لمصلحة الفرنسي ميشيل بلاتيني. أكد من جانبه الفرنسي ميشيل باتيني أنه الأجدر بمنصب رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم على الرغم من وقفه المؤقت. وأشار بلاتيني في حديث لصحيفة لوماتان السويسرية إلى أن الكثيرين لا يريدون لاعبا سابقا يدير فيفا. كهرباء، لقطة ختام في لمسات العروان، وأنا ألقاكم. التحضين والتأفيل الكويس من عمر هوساوي، وفي النهاية الكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. إيه ما فيش كهرباء، لا ما فيش كهرباء، 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 ما فيش كهرباء، ما فيش كهرباء، لا ما فيش كهرباء، ما فيش كهرباء، لا ما فيش كهرباء، ما فيش كهرباء.